السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. شفت جديد عن سبدا ليسنس كارد كوست خطأ السبعة. فيديو اليوم راح نحكي عن ابديت اللي هو الجديد اللي نزل اللي راح ينزل بتاريخ 28/7 اللي هو بكرة. طبعا الفيديو راح يكون قصير، بس راح احكي لكم الشغلات البسيطة، وراح احكي لكم الفيديو القادم امتى راح يكون هالكلام. اول شيء طبعا راح يكون 27 شهر الساعة 10 بي ام بي دي تي، اللي هو طبعا انتم بالجوجل بتعرفوا امتى بتاريخ بتوقيتكم، للساعة 12:30. يعني فيكم تقولوا انه هذا راح يكون ساعتين ونص. طبعا اول شيء شو عامل لك، انه راح نصلح الاغلاط اللي عم تصير جوا اللعبة. بقى اي اغلاط انتم عم تلاحظوها باللعبة هي ان شاء الله راح تتصلح، واذا عندكم شيء يعني احكوا لهم اياه بالفورم تبعهم مشان يقدروا يصلحوه. الشغلة الثانية طبعا هلا بقى التفاصيل. اول شيء سكراب ماستر جاينت هوك ايفنت ابديت، في هوك ايفنت جديد راح ينزل. حلو، هذا ما بعرف شو هو حيكون. بعدين راح يكون في نيو هيرو اند بيك اب درو ايفنت، بعدين 7 ديدلي سينز سبيشال درو ايفنت، نيو باندلز دايموند بوغو ايفنت. هلا في شغله ما بعرف اذا هدول التنتين متصلين مع بعض ولا لا. هلا ممكن يكونوا راح ينزلوا بانرين بكره، بانر شخصيه جديده وبانر اللي هو سبيشال درو ايفنت 7 ديد سينس سبيشال درو ايفنت. طبعا انت لما تسمع 7 ديد سينس درو ايفنت، هلا انا لما كنت بالنسخه اليابانيه كان في شغله كتير حلوه هنيك، اللي هو شو عاملين بانرين، بانر للوصايا العشره وبانر للخطايا السبعه. بقى ممكن يجيبوا لنا، لانه الوصايا العشره ممكن شخصيتين بس اللي موجودين عندنا، اللي هو ميلاسكلا. في حدا تاني غير ميلاسكلا موجود؟ لا بقى، بس ميلاسكلا اللي موجودة عنا. في حدا تاني؟ لا. المهم بقى مشان هيك ممكن ما يجيبوا لنا ياهم، اما يجيبوا لنا بس الجزء الاول اللي هو الشخصيات تبع 7 ديدلي سينس. بس شغلة حلوة فيها هي اللي راح، اذا جابوها لسه ما بنعرف طبعا اذا راح يجيبوها لا، ولا بعرف شو الشخصية اللي راح تنزل بكرة. بس بعتقد راح ينزلوا شخص البانر اللي انا عملت عليها سحبت عليها، اللي هي بتكون شخصيات كلها موجودة تبع 7 ديدلي سينس وتبع الكوين شوب. هي أهم نقطة، حطوا تحتها 100 خط، أنا راح يحطوا الكوين شوب بانر. هي شغلة رائعة. ليش؟ لأنه أنت ممكن تعمل ملتي واحدة تطلع لك شخصية من الكوين شوب أنت بدك إياها، وأنت بدل ما تدفع 5 كوينات ولا 7 كوينات عليها راح تدفع 30 جيم. بقى أنتوا هيك حسبوها. هلا هي اذا جابوها، هلا ممكن يجيبوا لنا 7 ديد سينز السبيشال اللي دائما بيجيبوا لناها كل فتره وفتره، اللي هو الخطايا السبعه. بيحطوا لك مارلين الحمراء والزرقاء، يحط لك بان، يحط لك ديان جوثر الازرق، يحط لك شخصيات يعني كثير ما لها داعي بالاساس، او مو ما لها داعي، شخصيات اوريدي فيك تجيبها بالتيكت. عرفتوا كيف؟ اذا جابوا هي لحد يسحب عليها. بس اذا جابوا تبع السبيشال اللي هو تبع الكوين شوب، يعني ممكن يحطوا جرين، ممكن يحطوا كينج الازرق، ممكن يحطوا جوثر الاحمر، ممكن يحطوا مارلين الخضراء. ممكن تخيل بكره يجيبوا اسكانور الاحمر. هي شغله رائعه. بس طبعا هنا ما بعرف ليش ما بيعتبروا اسكانور من 7 ديدلي سينز، ما بعرف. او ممكن يحطوا اسكانور الاخضر. يعني ممكن يحطوا شخصيات اللي هو الكوين شوب زائد شويه شخصيات اللي هو القويه، يعني ديما مليودس الازرق ممكن يكون موجود. بقى هي الشغله تاكدوا انه انتم تشيكوا عليها. يعني بصراحه هلا شوفوا البانر قويه. هلا في كتير ناس هلا بلشت بقى شو تستنى الشخصيه الجايه، مثل ديلدري، مثل زيلدريس، مثل استروسا، مثل لوزدرين مليودس. بس بصراحه تجي لمني انا، ممكن لسه مو متاكد اذا اجت البانر هي تبع الكوين شوب، في احتمال ام عليها. بس شو المشكله انا صار عندي هلا، انه انا بدي من البانر من الكوين شوب هلا شخصيه واحده اللي هي مارلين. اني انا كينج الازرق سويته 7/7 وجوثر الاحمر سويته 7/7. بقى انتم لا تعملوا على البانر الا اذا بدكم شخصيات كثير، انه ممكن يطلع لكم شخصيه سيئه او شخصيه ما بدكم اياها، او تكونوا انتم مسوينها 6/6 ممكن تطلع لكم شخصيه بدكم اياها مثل مارلين الخضراء. يا رب يحطوا اسكانور، اذا حطوا اسكانور بتصير كثير قويه. حطوا اسكانور الاحمر، ساعتها ممكن طلعوا ما ادفع عليه خمس يعني تيكتات او 5 كوينات، او السنه رح تصير بخمسه عشان اقدر اجيبه. يعني بصراحه كثير متشوق لحتى العب فيه عشان نشوف الدمج الخارق. المهم بقى هي بقى هلا ممكن شو يعملوا، يجيبوا شخصيه جديده ويجيبوا بانر. يعني بكره راح يصير في اعتقد 3 بانرات، بانر الهجوم على العمالقه، وبانر اللي هو 7 ديد سينس سبيشال، وشخصيه جديده. هلا ليش؟ انه كاتبين نيو هيرو اند بيك اب.
هلا هنن هاي مو كاتبين نيو هيرو، يعني ممكن شو هلا ممكن هدول تنتين يكونوا واحدة، او ممكن يكون مثل ما قلت لكم بانرين، بانر اللي هي انه شخصيات القديمة ترجع، وبانر اللي هو شخصية جديدة. طبعا انا بعتقد يعني اكثر الشخصيات اللي ممكن تنزل بكرة هي ديلدري، او ممكن ديلدري اجلوها شوي، ليش هلا بحكي لكم ليش. هلا ممكن ينزلوا شخصية إسرسا، بس انا اكثر شخصية ممكن يعني هيك في عندي 90% انه ممكن ينزلوها اللي هو مون سبيت، لانه شخصية مو اوفر قوية ولا يعني مثلا كثير ضعيفة، مشان هيك ممكن ينزلوها. ليش؟ مشان يعطونا مثل مثلا بانر ديان، او ممكن يعطونا شخصية تانية. هلا في عندي 3 شخصيات، سوري، اول شخصية بان الازرق اللي هو نانشاك بان بسموه، ومون سبيت، واعتقد ممكن ينزلوا جلوكسينيا. ليش جلوكسينيا؟ انه احنا هلا بشابتر 10 جلوكسينيا موجود، بقى ممكن مشان هيك ينزلوا، او ممكن يستنوا لحتى يخلص الشابتر 10 وينزلوا، بقى ما بعرف لسه. بهدول هن الشخصيات طبعا ما احكي عليهم انه كثير راح ياخذوا وقت، بقى انا ان شاء الله بكره راح اشوفهم. بس طبعا في شغله ملاحظه، يعني انا هلا عم حاول غير شوي بالقناه تبعي، وحاول زبط وساوي، بقى ان شاء الله الفيديوهات القادمه تكون احسن بالنسبه لكم. وطبعا مثل كل مره اي حدا عنده ملاحظه، عنده فكره حلوه جديده، يعني انا هلا ان شاء الله حقرر اعمل كم شغله، خاصه بمناسبه 800 مشترك، راح اعمل شغله احكي فيها عن يعني شرح عن اللعبة من أكثر من مستوى. يعني مثلا بتفوت على المستوى أول ما تفوت على اللعبة شو تعمل، لما تصير متوسط شو تعمل، لما تصير يعني خلاص أنت توصل لمرحلة توصل لشيء عالي كثير باللعبة شو تعمل، مشان اللعبة تضل عندكم ممتعة. هلا أنا بقول لك في فترة من الفترات صارت شوي اللعبة مملة، بس هلا بصراحة عم رجع يعني لقيت طريقة تانية استمتع فيها باللعبة اللي هو البي في بي، مشان هيك أنا هلا رجعت ألعب اللعبة أكثر، عرفتوا كيف؟ وخاصة أنا عم حاول أطلع للشالنجر بأي طريقة ممكنة، بقى مشان هيك بقى. بس هدول هن الشغلات. طبعا الشغلات اللي راح تنتهي الهيرو انهانسمنت الترا سكسس، اللي هو يعني انت لما ترفع ليفل الشخصيه ممكن يعطيك سوبر سكسس، ممكن يعطيك الترا سكسس، هي راح تخلص بكره. ديس ساتسفاكشن جروث ايفنت اللي هو الموجود هلا جوثر وديان واليزابيث اعتقد، ايوه هدول هي راح تنتهي، اللي بيعطوك اس اس ار ميدلز، بحاولوا تخلصوهم اذا ما خلصتوهم. انا ممكن بكره ينزل واحده جديده وسبيشال ابجريد باندل 1 و 2. بقى هلا اللي فهمناه من هذا التحديث انه راح ينزل اعتقد بانرين، شو الشخصيه الجديده ما بعرف، عاملكم انا بعتقد اللي هو يا مون سبيد، يا بان الازرق، يا جلوكسينيا. ما بعتقد ديرياري تنزل هلا، ليش؟ لانه ديرياري بعتقد راح تنزل لما يجي البوس الجديد. ليش؟ لانه البوس الجديد هلا اللي ممكن ينزل قريبا اللي هو بدال مارلين السوبر بوس ميليوداس وإليزابيث. بقى ميليوداس وإليزابيث كان أحسن شخصية ضدهم هو ديرياري. بقى بعتقد لما تجي السوبر بوس تبع ميليوداس راح تنزل معاها ديرياري. بقى مشان هيك ممكن أسبوع الجاي، مو هلأ، ممكن. بقى شوفوا بقى جمعوا جماتكم وشوفوا شو كنتم تعملوا. إذا بدكم شخصيات كتير من الكوين شوب وكان هاي البانر نزلت، وانه فيكم تقولوا الريت انه يعني نسبه انه يطلع لك شخصيه دبل، بهي شغله كتير حلوه. يعني بصراحه انا عندي بالنسبه لي خلص شخصياتي الحاليه وطورها ومكسها احسن ما اطلع شخصيه جديده واقعد ابنيها من اول وجديد. لانه اول شيء الشخصيات كينج سفاح، كينج احسن شخصيات، مارلين من احسن شخصيات، وغوثم من احسن شخصيات. هذول ثلاثه إذا ما عندكم ياهم 6 من 6 بصراحة بالنسبة لي أنا راح ممكن أعمل عليها. بس لأنه عندي شخصيتين من أصل 3 ماكس، ممكن حتى لو جت البانر هي ما أعمل عليها، إلا إذا جت طبعا سكونر الأحمر. بس إذا ما جت سكونر الأحمر معاهم ما راح أعمل على البانر كلها، حتى لو إجا سكونر الأخضر، حتى لو إجا كينج الأحمر. بالنسبة لي أنا بس هلأ بدي مارلين وسكونر من الكوين شوب، بس بدي مارلين وسكونر. بس بدي شخصية ممكن أشتريها بعدين اللي هو ميلاسكلا. عندي إلى خطة كتير حلوة لما يجي مين، لما يجي مون سبيت، حطهم مع بعض راح يصير فريق قوي. بس بقى هيك أنا أساس ما بيطول الفيديو. بقى بس بقى إن شاء الله هي مثل ما لكم خططي للمستقبل. بقى هلا ليش نزلت هذا الفيديو هلا؟ لأنه أنا لما ينزل الأبديت أو التحديث بالعادة أنا بنزله بعد نص ساعة ساعة حسب طبعا إمتى بكون فاضي. بس بكرة ما راح أقدر نزله لوقت كتير متأخر، يعني بعد البانر بشي 8 ساعات. ليش؟ لأن أنا هلأ بدي يعني بس ليكون الأبديت موجود، أو بس ينزلوا
التفاصيل تبع التحديث انا راح اكون نايم لانه عندي شغل بعده بشوي، ولما يكون التحديث عم ينزل انا بكون بالدوام وما بقدر، انه هلا خلص راح اصير داوم بالشركه، ما راح اقدر امسك موبايلي مثل ما لما كنت بالبيت واقدر اعمل شغلات انا بدي اياها او صور فيديو بقى. بس هي شغلات اللي انا حبيت لكم اياها بقى، بعذروني اذا انا تاخرت بالفيديو تبعي لانه انا هلا قبل شوي خلصت شغلي، يعني يا دوب يعني ارتحت شوي، اكلت وارتحت شوي وفورا صورت الفيديو، وان شاء الله بنشوفكم فيديوهات قادمه بقى مثل ما قلت لكم. يعني انا راح نزل فيديو، ما راح نزل التفاصيل تبع التحديث، لا راح نزل فورا شو صار بالتحديث او شو هن الشغلات اللي راح اللي شفتها باللعبه بقى. بس اعذروني ان شاء الله بحاول بالمرات الجايه اقدر نزلهم، بس هالمره للاسف ما راح اقدر. بس وهون بكون وصلنا نهايه الفيديو تبع اليوم، ارجو انكم استمتعتوا فيه، واذا استمتعتوا فيه لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتركوا معنا بالقناه عشان يصلكم كل جديد، وراح احط لكم رابط الديسكورد بالديسكربشن مشان نصير يعني تشتركوا معنا بالديسكورد، انه ما شاء الله كل ماله الديسكورد تبعنا عم يكبر وفي كتير ناس منيحه وكتير ناس عم تساعد بعضها بقى. بس اذا حبيتوا تشتركوا معنا اهلا وسهلا، اشوفكم على خير فيديوهات تانية، مع السلامه.